اهلا وسهلا، سعيده بتواجدك معكم شاهد وابراهيم. سعيده أهلاً جدا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني نحن يعني سعيدون جدا انا وشاهد وفي بدايه هذا اللقاء، وساسال كصحفيه الان طبعاً. متمكنه من مختلف الادوات الاعلاميه، لما نتحدث عن الاعلام تحديدا وهذه الرحله او هذه المسيره، كيف بدات وكيف استخدمتي هذه الرساله في ايصال صوت معين أو هدف معين؟ أنا في البداية كنت أعمل بالصحافة المكتوبة في المغرب لمدة 7-8 سنوات تقريبا، وكنت أقوم بتدريبات ومشاريع كذلك إعلامية بالراديو بالإذاعة كذا خارج المغرب، فابتدأت أكتشف عبر الإعلام ثقافات جديدة ودول أخرى والطرق للنظر لي حتى لما هو الخبر الدولي بطريقة مختلفة من دولة إلى دولة. بعد ذلك انتقلت إلى فرنسا، يعني الاختطاف انتقلت إلى فرنسا، اشتغلت بالإذاعة، عدت إلى الدراسة بالجامعة، وبعد ذلك إلى التلفزيون، وأنا مع التلفزيون فرانس 24 من 16 سنة تقريبا. فالفكرة أعتقد أنك التعامل مع الجمهور يختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى، والصوت الذي تقوم بإيصاله بطبيعة الحال، أنا اليوم بقناة دولية، فبالتالي أعرف أننا نصل إلى كل دول المنطقة، وهذه ربما تكبر معها المسؤولية. صحيح. ربما بالتأكيد. وهناك أستاذة عزيزة العديد من الشباب والشابات من الجيل الجديد مندفع لممارسة مهنة الإعلام ومحب لمجال الصحافة والإعلام، وبحكم خبراتك في هذا المجال ماذا تقولين لهم؟ يعني وتحديدا بأنه الصحفي يجب أن يكون محترف ومهني في رسالته، ماذا تقولين لهم في هذا الخصوص؟ هي بالذات ما قلتي، يجب أن يكون محترف. يعني عادة نقول هذه مهنة المتاعب. صحيح. هي فعلا مهنة المتاعب، خصوصا اليوم، لأن أصبح الكل ينقل خبر، خبر يمكن أن يكون خاطئ أو حقيقي. صحيح. وبالتالي فمسؤولية الإعلامي تصبح أكبر، لأنه يجب التحقق من المصادر، يجب يعني أن لديك رسالة ولديك مصداقية يجب أن تحافظ عليها. بالتالي فمن الجميل أن نرى أن هناك شباب يهتمون بهذه المهنة، لكن فعلا المسؤولية كبيرة، ويجب الإبقاء على المصداقية وعلى المهنية في نقل. صحيح. الخبر للجمهور، وهو تحدي في الوقت الحالي، يعني بظل كل الظروف وأيضا العديد من المنصات التواصل الاجتماعي وغيرها، أيضا المنصات الإعلامية التي ظهرت، أصبح هذا تحدي أن يكون الصحفي صاحب رسالة أو الإعلامي أيضا صاحب رسالة. يعني دائما مرحب بك في بلدك الثاني. شكرا. الأردن، وسبب وجودك هنا هو المشاركة في يعني تدريب وبرنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين، حدثينا أكثر عن هذا البرنامج وسبب الزيارة. والله أنا مرة أخرى سعيدة جدا لزيارة الأردن، بالإضافة إلى أنني تشرفت بهذه الدعوة من معهد الإعلام الأردني. أرى البرنامج جميل جدا، وانطلق منذ 19 من يناير، ويستهدف الناطقين الإعلاميين، لأنني أعتقد أن لهم دور مهم جدا في كل الحكومات، وبالتالي فهو الشخص الأول الذي يراه الجمهور والمواطن عندما تكون له علاقة بخبر له علاقة بالوزارة. بالتالي أنا أشارك في هذه الدورة التدريبية خصوصا عن إدارة الأزمات والأزمة الإعلامية، فبالتالي أنا سعيدة جدا، لأن هناك يعني ناطقين من كل الوزارات، وأرى أن يعني هناك هو ما بين مركز الإعلام UNDP ورئاسة الحكومة، بالتالي فهو يعني executive education. نعم. فتعطي قدرات لأشخاص تمكنهم، ومهم مرة أخرى لأنك تحدثت عن مواصل التواصل الاجتماعي، عفوا، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح اليوم الكل يعطي أخبار. صح. وبالتالي فالناطق الإعلامي أصبح له دور أهم أكثر. نعم. حقيقة برنامج مهم جدا، وتحية لمعهد الإعلام الأردني على هذا البرنامج اللي تم إطلاقه، ومشاركتك أنا متأكدة أنها حتكون ثرية. شكرا. في صحيح. هذه شكرا. الدورة التدريبية. صحيح. ونتمنى أكيد التوفيق لك خلال الأيام القادمة. شكرا. وأنتقل معك عزيزة لنتحدث أكثر عن الخبرات بشكل عام. مهما تراكمت الخبرات ومهما طالت السنين ومهما كان في جعبة الإنسان الكثير من التجارب، يبقى لدى الإنسان شغف أكثر في
الحصول على المعرفة ومواكبة التطور، وبكل تأكيد عزيزة أنت من هذه الأشخاص. يعني يعني definitely أنا لازلت حتى اليوم أشارك أنا كذلك في دورات تدريبية، ذهبت منذ سنوات فقط إلى هارفارد لإكزيكتيف بروجرام على المرأة وحقوق المرأة. أعتقد أننا يعني من المهد إلى اللحد كما نقول. صحيح. فمهم جدا، وأنا أدرس في المعهد السياسي مثلا وأتعلم كذلك من الطلاب الذين معي لأنهم أجيال جديدة، وننقل ربما طرق معالجة مختلفة في بعض الأحيان. صحيح. للمواضيع، وأعتقد أن التعليم لا يجب أبدا أن يتوقف. بكل تأكيد. وكما علمت أنت تدرسين الآن فن الخطابة في المعهد السياسي الفرنسي، حدثينا عن هذا الجانب. بالفعل أنا أدرس فن الخطابة، ومنذ 3 سنوات هناك اهتمام كبير لأن المعهد السياسي هو الذي يربي أجيال جديدة ربما من السياسيين، من المسؤولين إلى غير ذلك. وفن الخطابة أصبح مهم للجميع، لأن سواء كنت طالب أو سياسي أو على رأس مقاولة إلى غير ذلك. صح. وللنساء كذلك، لأن هناك مشكل أحيانا نراه في التواصل وفي التفاوض عند بداية عمل جديد إلى غير ذلك لدى النساء أكثر من الرجال، وبالتالي فمعرفة كيف تبيع بين قوسين قدراتك. نعم. مهم. طبعا. للجميع أصلا. طبعا. يعني هنا يمكن نتحدث عن موضوع تسويق. صح. تسويقي بحت. صح. صح. عندما تسوق نفسك حتى في مجال خبرتك أو في مجال عملك. يعني بالحديث تحدثت عن النساء الآن، وسننتقل يمكن إلى محور آخر. مؤخرا أصبح واضح جدا اهتمامك بالرياضة النسائية، قبل الحديث عن دخولك في هذا المجال ويعني ماذا قدمتي حتى الآن، سبب اهتمامك في الرياضة النسوية تحديدا. أنا أصلا عندي ضيف مسيرة كبرنامج، واستضفت بضيف مسيرة العديد من الرياضيات من شمال أفريقيا وشرق الأوسط، يعني العديد والعديد، ولاحظت أن كل واحدة تروي قصتها الشخصية لكن تلتقي القصص في نفس النقط، وهي عدم اهتمام الإعلام كثيرا بهن وعدم اهتمام الرعاة كذلك. فبدأت أهتم بالموضوع وأردت أن أجمع ما بين شيئين، هي خبرتي كصحفية منذ 25 سنة وكذلك دفاعي عن حقوق المرأة، فقلت لما لا، ربما هذا الموضوع ليس هناك اهتمام كثير به، الرياضة النسائية أو على الأقل الممارسة النسائية للرياضة، لأن الرياضة ليس لها نوع وليس. صحيح. لها جنس. فبدأت الاهتمام بالفكرة وقلت لما لا خلق ربما منصة والدفع بإعلاميين آخرين كذلك يعني للقيام بنفس الشيء. نعم. نعم. أستاذة. نعم. عزيزة، يعني بالفعل الفتيات بشكل عام تواجه العديد من التحديات والصعاب في مجال الرياضة، وهناك يعني صورة نمطية يجب أن يتم كسرها، يعني ومن خلال جهودك وبذلك لجهود عديدة في هذا المجال نريد منك أن يعني هيك تطلعينا على حالة الرياضة النسائية بشكل عام في العالم العربي وفي الأردن تحديدا، لديك تجربة. صح. في الأردن ومعرفة في هذا المجال. صح، بالفعل احنا أطلقنا منذ سنة تقريبا منصة تاجا، وهي منصة للرياضة النسوية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفيها مجلة كذلك رقمية، وخصصنا عدد كامل للأردن. لماذا؟ لأن التجربة الأردنية فيما يخص الرياضة النسوية ريادية في المنطقة. يعني سواء بالنسبة لكرة القدم، سواء لاستعمال الرياضة لتمكين وتفعيل الفتيات، كذلك رأيناها في مخيم الزعتري مثلا وخارج ذلك، فهناك العديد من التجارب. والفكرة من وراء المنصة هو تقديم كل هذه التجارب الإقليمية للدفع بالرياضة النسوية، إلقاء الضوء على الاستحقاقات النسائية. جميل. رياضية، وكذلك تشجيع النساء والفتيات على الرياضة. نعم، يعني رسالة رائعة. هنا يعني يمكن نعود إلى أول محور أو ثاني محور تناولناه، هو أن يكون الإعلامي صاحب رسالة. استخدمت شغفك في مجال الرياضة ودعم المرأة، وأيضا في مجال الإعلام ودمجتهم معا لتقدمي هذه الرسالة. إلى أين يمكن أن يصل شغفك في الإعلام؟ يعني هل تري نفسك الآن بأنك أصبحت رسالتك متكاملة واضحة، أم ما زال هناك العديد من الرسائل التي يجب إيصالها إلى الوطن العربي وإلى العالم؟ أعتقد أن رسالتنا كصحفيين جميعا لا تكتمل أبدا، ويجب أن نواصل دائما بفعل هذه المسؤولية التي تحدث عليها في البداية. اليوم أنا أحاول أن أساعد فيما يخص الإعلام الرياضي، غدا ربما في مشروع آخر يعني، لكن الفكرة هو أن كل واحد منا يلعب دور
دوره على الأقل وإن كان صغير للدفع بالإعلام أولا، لكن بحياتنا يعني، لأن الإعلام لديه تداعيات على كل حياتنا عامة. صحيح. فأعتقد أن الرسالة لا تكتمل أبدا مثلها مثل التربية والتعليم. صحيح. نعم. صحيح. عزيزة أنت خير من يمثل الإعلاميات. شكرا جزيلا. جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم. شكرا. سعدنا بهذا فعلا. الوجود شكرا. الرائع شرفتينا. شكرا لكم. أنا تشرفت وأتمنى لك التوفيق الآن طريقك إلى معهد الإعلام لتقديم الدورة. صح. شكرا جزيلا وأنا تشرفت جدا بكوني معكم. شكرا عزيزة. نحن يعني جدا نتشرف بهذا شكرا. اللقاء وهذه الإضافة ليوم جديد. الله يخليكم. يعني دائما مرحب بك في يوم جديد في الأردن. شكرا جزيلا. شكر. وأنا سعيد بتواجدي معكم. شكرا. وفي الأردن. شكرا.